تجربتك انت مع الاعلام الاجنبي؟ والله اختي احنا بصوره شخصيه فانا ما انتشر طبعا من الصوره السلبيه المشوهه عن بلدنا. فبغض النظر عن انتمائنا الديني او الطائفي قاعدين نحاول بجهود اهليه، واحنا طبعا ما ننتمي لاي تنظيم سياسي، الى تحسين هذا الصوره عن البحرين. هذا التحرك من عندنا مبني على الحقائق فقط، الحقائق التي تعتكس على الواقع ما يحدث في البحرين. هنا بنحافظ على المكتسبات والانجازات السياسيه الاقتصاديه والحريات الدينيه والفكريه. شلون التحرك؟ هدفنا من ذلك كله انه نثقف المجتمع العالمي بحقيقه هذه الانجازات. بس شنو التحرك اللي سويتوه ام سلطان؟ شنو هو التحرك؟ والله احنا يعني طرشنا ايميلات طبعا بالمسجات وبالايميلات وعبر الانترنت، ان احنا نوصل لهم الصوره الحقيقيه اللي قاعده تصير هنا عندنا في البحرين. نكلم جمعيات. شنو شلون كانت الاستجابه؟ يعني انتم كافراد يعني انت وحده ولا معك مجموعه ولا شلون بديتوا؟ والله احنا مجموعه، احنا في البدايه ظنينا احنا بروحنا. واكتشفنا ان كل البحرين متحركه حق هالاتجاه. اها. وشنو كان التجاوب يعني؟ والله صراحه في جمعيات عالميه ردت علينا، وفي جمعيات عالميه حتى لو احنا طرشنا لهم يعني احنا 200 وحده طرشنا لهم نفس الايميل وعن نفس الموضوع، وصراحه ما حصلنا على اي رد منهم. انتم خاطبتوا جرايد، صحف، محطات فضائيه ولا صحفيين ولا شنو؟ ولا صحفيين كايميل يعني شخصي لكتاب لشنو؟ والله صحفيين سياسيين ومجلات وقنوات فضائيه والجمعيات نفس حقوق الانسان غير ذلك طبعا. وشنو كان ردة الفعل؟ يعني أبرز رد فعل على الأقل في إيجابية، في تفاعل معاكم؟ إيجابية نعم. أها. نعم إحنا متفائلين. شنو مثل شنو؟ أعطيني مثل يعني. والله يعني في طبعا الرد الإيجابي منهم وفي الرد الغير إيجابي. في منهم مبراضين حتى ان احنا ما يعطونا فرصه ان احنا نوضح لهم الصوره. وفي منهم يعني يسالون اسئله، يبون ادله، يبون صور، يبون حقائق. طيب وانتم هل تملكون صور، تملكون حقائق، تملكون يعني في فيديوهات، في صور طلعت، هل كانت في متناول يدكم؟ يعني تقدرون انتم تطرشونها؟ موجود على اليوتيوب منها؟ اللي قدرنا نحصلهم نعم. اي استخدمناهم. اها. يعني يعني تحسين ان في توكم من متى صرتوا تتحركون؟ يعني ايش كثر صار لكم؟ 10 ايام. 10 ايام. نعم. يعني اختي ام سلطان يعني في 10 ايام ترى اللي تسوونه مو قليل. واعتقد ان يعني هذه لا تيأسون وتعتقدون ان ما حد اعطاكم وي ولا ما حد سمعكم. لا أبداً، يعني أبداً. ترى انتم توكم مو في الف با، انتم في كي جي يعني بعد. نعم. تعتبرون نعم. في بدايه مستوعبين. الطريق. نعم. واعتقد ان هي صدمه كانت بالنسبه لكم، ايش كثر في نشاط يعني معاكس لاتجاهكم كان. نعم. نعم كنا في نفس الوقت احنا متفائلين، لان في نفس الوقت في يعني مجموعات كثيره تتحرك في نفس الاتجاهنا. شلون اكتشفتوا المجموعات الثانيه؟ والله من الكلام يعني من المعارف عرفنا يعني من بعض. انا ام سلطان ترى يعني يتصلون فيني ما تتخيلين ايش كثر، بنات، اولاد، عن طريقي انا، عن طريق عيالي، يجون يعني شو نسوي؟ ايش نقدر نسوي؟ احنا عندنا نملك اللغه مثلا، وناس يقولون لي احنا نقدر نترجم، ناس يقولون لي احنا ترى نقدر نسوي ويب سايت، ما تتخيلون ايش كثر يعني حجم الطاقه اللي انولدت وتفجرت فيها الازمه هذه. لكن نعم. كلها جهود يعني الى الان مبعثره، نتمنى انها تتنظم وما تضيع ولا تكون لحظه انفعال عاطفي وخلاص ونسكت، لان ترى الطريق طويل. وسمعنا الاخ علي سلمان قال ان احنا ما زال للحين كل 10 سنوات لنا موعد. نعم. واحنا خبرنا ان كل 10 سنوات لنا موعد. فالبحرين عباره عن مكونات وطوائف والوان واطياف. اذا كان الطرف من هالاطراف هذه لحق انه يتكلم وما قلنا شيء وخلى يتكلم، لكن الاطراف الاخرى لا تنتظر ان الدوله تتكلم عنها
ولا فلان يتكلم عنها، ولا الوزارة الفلانية ما تحركت، ولا إذا ما أنتم تتكلمون ما أعتقد يعني أحد بيسمعكم. أم سلطان أنا شاكرة لك وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله أنت ويكثر من أمثالك والمجموعات الثانية بعد تنشط وتحاولون يعني تلقون طريقة أن يكون فيها شبكة تجمع هذه الجهود مع بعض، لأن بالفعل إحنا الحاجة لجهودكم. شاكرة لك أم سلطان. أرجع لموضوعنا مرة ثانية، قبل ناخذ أم سلطان كنت تتكلم على أمريكا. أمريكا يعني ما أعرف، أنا في ناس يقولون طبعا عندهم نظرية المؤامرة، في ناس يقولون أن لا والله إدارات أمريكية تبدل وفي جهل بالمنطقة من الإدارات اللي تدخل. المهم أنه في النتيجة في النهاية أنا علي أن أمريكا سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب، سلمت لبنان لإيران أيضا على طبق من ذهب، سلمت أفغانستان على طبق من ذهب. يعني ما أعتقد إحنا لو ما انتبهنا، لو ما الحمد لله تداركنا الأمر، كان الله ستر وما أدري شنو كان راح يصير، ممكن راح نكون ضمن المسبحة أو السلسلة اللي سبقتنا. لي سؤال هني أنا حتى حق الخطاب الأمريكي لما يتكلم حتى من خلال مسؤولين الرسميين ولا حتى من صحافته، لما يتكلم عن البحرين يقول الحاكم أو النظام السني والشعب الشيعي. أنا متعجبة، أنا ما قد سمعت أوباما شنو مذهبه ولا شنو دينه مقارنة بمذهب ودين الشعب الأمريكي اللي هو متعدد. إيش معنى لما أتي عند البحرين وتحدد لي ديانة الحكم وديانة الشعب؟ ليش عندك أنت هالمسألة مو مهمة ولا هي فاصلة يعني؟ بنتقل بعد محور الأمريكي عن الموقف الخليجي، وتكلمنا على التصريح اللي شفناه لقائد قوات درع الجزيرة. بصراحة وايد عجبني، مختصر مفيد محدد، قال في كلمتين إن في هيئات دبلوماسية موجودة على البحرين، على أرض البحرين، في ساتلايت، في كل وسائل الرؤية والإدراك والمعرفة إن القوات درع الجزيرة ما لها الشغل بأي حفظ النظام في المنطقة، إنها مكتفية بالحفظ المناطق العسكرية والاستراتيجية في الدولة ولا لها شغل بحفظ النظام. فرجاء يعني الضحك علينا هذه بالدق على القوات السعودية والإبادة وما إبادة، يعني الأمور لها صورها مثل ما قلنا في بداية الحلقة، الصورة عن ألف كلمة يعني. فخلينا إحنا نكون يعني على قد العقل، يعني حدث العاقل بما يعقل. القوات السعودية اللي دخلت درع الجزيرة اللي دخل كلهم لهم مهامهم اللي ما لها علاقة، لكن احنا في النهاية نشكر دول مجلس التعاون، نشكر المملكة العربية السعودية على موقفها اللي بالفعل أدرك خطورة الوضع وخطورة الأزمة اللي كانت راح تحيق بالمنطقة ككل. البحرين ما هي إلا بوابة للخليج العربي، لو لا سمح الله يعني ما تداركنا الأمر كان الخليج العربي كله كان راح ينفتح على مخاطر ونيران حرب الله حفظنا منها إن شاء الله. ناخذ فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع لكم نتكلم حول الوضع الداخلي والانعكاسات اللي صارت في الفترة الأخيرة علينا. تكلمنا عن برا، بنتكلم الحين عن داخل. أعزائي المشاهدين، بتكلم عن الوضع الداخلي. في بعض الأمور يعني حدثت فيها الفترة هذه كان لها تداعيات يعني كان ممكن تكون خطيرة لو ما تداركناها، منها الاستقالات الجماعية اللي صارت. في خبر عاجل بس تعطوني اياه مكتوب ولا يعني بتذيعونه انتم احي. تعيين باسم الحمر وزيرا للاسكان، و
ودكتورة فاطمة البلوشي بالإضافة إلى عملها كوزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة للصحة، صحيح؟ صح؟ أوكي، فهذه بس للتنويه، خبر عاجل باسل محمر للإسكان ودكتورة فاطمة البلوشي لوزارة الصحة بالإضافة إلى عملها في وزارة التنمية الاجتماعية. نرجع لموضوعنا مرة ثانية، الاستقالات اللي حصلت في الفترة الأخيرة. ودي يعني أنا قريت اليوم مقال، شباب في الكنترول تسكون لي بس الصوت، قريت مقال اليوم لحسن عبد الله المدني. احنا بحاجة إلى الأصوات هذه أن تطلع أكثر وأكثر، خطاب يعني معتدل ما سمعنا من الأخوان. يعني أنا مثل ما قال عاطف، يعني كنا نقول الطائفة الشيعية والطائفة السنية، بس بحاجة بالفعل نسمع من الأخوان في الطائفة الشيعية. لو نسمع فقرة منه ونرجع لكم مرة ثانية. من حقنا أن نتساءل رغبة في الفهم، مع كل الاحترام والتقدير لهؤلاء الشخوص، ما الهدف من هذه الاستقالات الجماعية في هذا الوقت العصيب؟ وما هي الرسالة التي يريد توجيهها المستقيلون والمتوقفون عن أعمالهم إلى المجتمع والقيادة؟ ولماذا لم يوصلوا رسالتهم تلك إلى المجتمع والقيادة مباشرة وجها لوجه، وهم القريبون من المجتمع والسلطة لسنوات طويلة، بدل أن يعلنوا استقالاتهم في وسائل الإعلام وكأنهم يصطفون مع الجهة التي أتوا إلى مقاعدهم تلك على أساس اختلافهم مع منهجها السياسي وتباينهم مع مرئياتها وسلوكها وانتماءاتها الحزبية والفكرية؟ ما الذي تغير لتستقيلوا اليوم؟ هل إنكم أفقتم للتو واكتشفتم السلطة على حقيقتها فقررتم الاحتجاج عليها الآن بهذه الطريقة؟ حسنا، احتجوا عليها بالطريقة التي تريدون وبالأسلوب الذي ترتضون، ولكن في المقابل لماذا لم تحتجوا على كل الأخطاء أيا كان مصدرها منذ البداية؟ لماذا لم تحتجوا على أخطاء المتظاهرين والمعتصمين أثناء تلك الحركة؟ ألم يكن الأجدر بكم توجيه الشباب وتوعيتهم وتحذيرهم وحمايتهم قبل وأثناء وبعد هذه الحركة، كما كان يفعل سماحة الشيخ سليمان المدني الذي كان يرفض الخطأ بشكل مبدئي بغض النظر عن مرتكبه؟ وإن لم يستجب لكم أحد، فلا أقل من أداء الواجب الشرعي والوطني وتسجيل موقف يحسب تاريخيا لكم ويكون نهجا لمن سيأتي بعدكم. مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لكم من بعد الفاصل اللي سمعنا فيه التقرير أو القراءة لمقال حسن عبد الله المدني، وهو يصير ولد أخو سليمان المدني، الشيخ سماحة الشيخ سليمان المدني، ولد عبد الله المدني، بعد يعني شخصية معروفة ومن عائلة معروفة ومن تيار أيضا معروف، وهو كما يسمى دائما التيار الإخباري. وهذا التيار يعني يختلف عن التيار الولائي اللي موجود بالمقابل، دائما ينحو ناحية التعامل السلمي والتعامل بالحسنى وبالتسامح، تيار عرف بالتوازن لزمن طويل يعني نفتقده حقيقة، نفتقده الأيام وما أعرف كيف ممكن نرجع له يعني ثقله في الشارع، لأن يعني بحاجة احنا إلى الأصوات هذه. الأخ حسن المدني في مقالته اللي نشرت في جريدة أخبار الخليج اليوم تكلم على موضوع الاستقالات الجماعية، وتكلم من ناحية يعني احنا نسمعها من نفسنا بس ما سمعناها من أطراف الأخرى. أول شيء قبل نعلق ونروح نسترسل في هالموضوع، رحب في ضيفنا دكتور عادل عبد الله، محلل استراتيجي. شافوا يعني مشاهدين البحرين في الفترة الماضية وايد، طلع في قناة وصال
فوجه صار مألوف في هالأيام هذه. احنا حبينا احنا نستضيفك اليوم معانا ونلقي الضوء على بعض الأمور اللي متعلقة بأحداثنا والمجريات الأمور اللي صارت في الآونة الأخيرة هذه. خلينا أبدي معاك من الاستقالات الجماعية اللي صارت. أعضاء مجلس شورى